مجلس الشورى ينفي ما تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي حول مقترح المجلس لفرض رسوم تصل إلى 3% من الراتب الإجمالي على الوافدين. عبد الله الرواحي متسابق فريق عمان للكارتينج يحصل على المركز الأول في اليوم الثاني من منافسات بطولة التحدي الأوروبية لرياضة الكارتينج في بلجيكا. مصادرة 94 كيلوغراما من الأسماك الفاسدة من نوع الجيذر بولاية السيب و52 كيلوغراما من نوع سهوة المالح.